دلوقتي حضرتك هتمليني بقى الرقم السري من الشمال لليمين. اه يا حبيبي. مدام تيهان. 6 2 4. حضرتك بيتنصب عليك يا فندم. ايه ده؟ انت مين؟ ما حضرتك ناجي من فودافون لمكافحة النصب والاحتيال. حضرتك يا امي كان ناقص تديله رقم الخدمة. يعني الراجل ده كان عايز ينصب عليا. وانا جعان. انت مش شايفني مودي بانكز مامي دلوقتي؟ مدام سهام انا عايزك تركزي معايا، يا تستخدمي ابلكيشن انا فودافون، يا تتصلي بالكول سنتر 38 يا تزوري اقرب. ربنا يخليك يا حبيبي. استوت خلاص. شوفي بقى انا محظوظ، ده انا حماتي بتحبني ولا ايه؟ هتاكل صوابعك. انا باجي انقذ امشي خفيف. لا يا حبيبي انا بكلم مودي. مش كل مره هتلاقي حد يلحقك. لو خايف على فلوسك بجد ما تقولش بياناتك لحد. التعامل مع فودافون بيكون عن طريق ابلكيشن انا فودافون او 38 او الفرع. فودافون مع بعض اقوى.